لك يا عم يا عم، شو بدي اقول لكم؟ انتوا احلى عالم، احلى جمهور. مرسي على الاستقبال الحلو، ومساء الخير. ومساء الخير شادي اند باند. مين عبد الله؟ مساء الخير للمشاهدين. يا سلام. اليوم بلع وينات. كيف؟ خاي. بلا حسيدة. انت السادق، كان لازم اسمعك. هو مفروض كنت اسمعها من بنت مش بس حلوة منك. مزوي مزوي. شفتنا ال خلص خلصنا خبرية. ثلاث شو ما تلات شو عين 15 يوم ما بتروح. كله منيح كله منيح. الليلة آخر حلقة لهالموسم. يا مثل ما انتم ناطرين، انا كمان ناطرة على نار. لانه الليلة رح تكون حلقة، شو بدي لكم يعني، فعلا يا سلام. يعني ختام هذا الموسم، في احلى منا؟ لا حبيبة قلبي، لا ما في. النجمة نانسي عجرم. يعني فظيعة، يخزي العين. عنا بلا حسيدة اسم الله عليها، بس تعرف شغلة بيستاهل، لأنه على السوشيال ميديا ما يا زلمة اسم الله اسم الله هز البلد كله، هز الدنيا. إنه يا ننوس بيستاهل بيستاهل. هيدا يعني اللي شفتوه، شفتوا البروموسيون انتوا قبل، بس هيدي ماشي. شفتوه على شفت البروموسيون على ام تي في؟ اكيد. بس هيدا ماشي قدام، رح تشوفوه الليله. هلا الموسم كان طويل ومتعب، بس كتير حلو. يعني استقبلنا فيه ضيوف من كل المجالات ومن اهم النجوم بلبنان والعالم العربي، وطبعا رح نكمل بموسم جديد، واكيد بس على ام تي في. يعني في كتير ناس عم بيسألوني، لأنه السوشيال ميديا فظيعة، عم بيسألوني إنه مزبوط رح توقف هذا آخر موسم؟ عن جد أنا سمعتها كمان، سمعتها ضحكت عليه. رح قلكم رح قلكم الجواب. once and for all، خمسة بعيونكم. هيدا حكي مكفى لخطير، وبس على ام تي في. طب ما بتيجي بتطلع، طب ما انا لمين؟ ميرسي. هلا بيني وبينك، ما كمان صار بدها بريك ابو الشاد. والله تعبنا يا زلمه. سفرة. هي سفرة. بدها يعني عم نتعب. طبعا. اكيد اكيد. اكيد؟ اكيد. انت كنت عم تتعب لأنا. تعب كثير. عم بتعب. شو ليك من القعدة؟ فظيع شو تعبت انت هالموسم. يعني كل الوقت قاعد ورخي عم تدق على الجيتار، عرفت كيف؟ وبس كون مثلا انه شيء ما انه ما عم ركز. عم تركز هيك هيك في محلات طبعا انه ما لا بتقول انت تعبت. يعني كل الموسم تعبان، اللي بيسمعك بيصدق. ما هو معروف يا عمين كان الشغل والكدح على المعطر رولي. الله يعينك الله يعينك عليه. حبيب قلبي الكل. هيدا شادي. هيدا حبيب عبدالله قرروا. اكيد بدنا نقول يعطيهم العافيه لا ولا برنار. هو بكل الاحوال يعني هلا جايينا ثلاث اشهر صيفيه وبحر ورياحه ويا عين. بالمناسبه بتعرف شو اجاني؟ مايو كادو. والله اجاني، بس قسته طلع شوي واسع علي، يعني يمكن نمره او نص نمره او شيء. فقلت انا يعني انجا هيك اصبع، بس انا بتعرف انا لانه شكيك وكذا صخرة روشي، فبخاف يزحط.
فطلعت قلت انا هذا المايو وليك واخذت الاذن من الجماعه اللي هدول الكلام. اوكي قلت لهم طب معليه فيني اعطيه الكادو هذا لشادي؟ قالوا لي اوكي. مرسي على الدور لك كادويات كادويات حبيبي. ولو شو كم شادي عندي. هذا المايو ابو الشاد. أرجين؟ شو؟ صغير. صغير أنا. هذا كيس اللبن إجاني كادو. صغير صغير. طلع على الاتيكيت 18 إكس من جوا. عجبت؟ إيش على بيسان سويت عجبك؟ هلا هذا شو يعني ما فهمت انه تعب يعني هذا كرمال التعب اللي تعبته الموسم ما بعرف انه عم تتنمرت كمان نو حبيبي عدول عن جد ميرسي كلك زو ايه ميرسي كلك بس انه صغير شوي ما بعرف اذا رح اقدر البسه خلص ماشي الحال ما انا عامل حسابي انه انا وياك عامل الرجيم اصلا بس اضعف بلبسه طب بدنا ننزل نجقل على البحر هالسنه انا وياك اكيد 100% طيب عاد ما هو عادة لقلك شغلة عادة البحر والبسين للسباحة أه؟ مزبوط؟ مزبوط إلا عنا البلاج لكل شيء إلا السباحة أه. شي مرة شفت لك شي متر نجار عم يتسبح؟ لا أو مثلا شفته شايف لك شي متر نجار بالماي؟ لا شرفك؟ لا دايما ولا مرة شفت متر نجار بالماي كل وقت لقيه أسمر أسود أسود وشو؟ لأنه هو شغلته شو؟ مش شغلته إنه متر نجار بروزاج حسه لا إيه؟ بتحس تحسه للمتر النجار شغلته التشغيل في نزل على البحر انه اول شيء بتعرف شو بيعمل انت لاحظهم متر النجار دائما شغلته يلبي الصفاير على لون الميو تلاقي مثلا اذا لابس ميو اصفر تلاقي ناقر الصفايره الصفراء ودائما بيقعد بمحل عالي بيعرم هيك وبيراقب وما بيضحك ما بيضحك هلا هو حرام يمكن انه طرقته الشمس كل النهار بهيك بصير بكش بس انه اجمالا ما في يعطي وجه ينجلي ايه عرفت كيف؟ ودائما في عنده عوينات بيلبسهم هول عوينات ما بيبينوا عيونه ليه؟ هول عوينات للبصبصة هلا الصفايرة للعب اوكي اوكي هذا المتر النجار بلبنان اوكي هلا شو بيعمل يعني بيبقى قاعد فوق ومشنك اذا شنك له على شيء وحده تلاقيه قاعد كذا بس شنك على واحد بيعمل حاله انه هو تعب بقى فبينزل من فوق عن هيدا عن عرشه وبلش يعمل برمه هيك على حد البسين حتى يجقل عليها وين بقى اذا ما عطيته وجه خد على تنمرد لانه هو دائما بحب يعني لازم يكون نمرود يعني تحس انه هيدي عرف انت مات نجار نعم نمرود نعم ايه تفضل هلا شو وين اذا ما عطيته وجه هاي الصبيه مثلا بصير يصفي للعالم هيك كلين خوي لو ولد عم يغرق قدامه بصير يطلع بعيد انه بيشوف واحد عم بيعمل بومبا عرفت هاي البومبا يا اخي واحد عم بيغلى ما بينتبه بس انه بده يفش خلقه ويصير بليز ممنوع البومبا في واحد عم بيغلى ما بينتبه له بيدعس عليه بليز ممنوع البومبا قد ما مسموم شاشة البومبا فظيعة البومبا انت بتعمل بومبا ها انا كيف ما شيك تجي بومبا انت بس انت ممنوع عليك البومبا انت ايا امبلت هيروشيما طبعا ولين صارت في البسين ايه فظيع لا بدي صفر فيها هيدا لانه هيك بحب انا هيك بصير يصفر وبصير تلقمهم بقى بس يصفر بتحس كانه في ماتش فوتبول صار في بنالتي تبقى انت قاعد عم تشمس بتسمع هو ان شاء الله شوطه ان شاء الله يحط ان شاء الله يحط الجول اما النسوان موضوع ثاني عندك هيدي المره اللي بتداوم على البحر دوام عندها تيجي مع طلوع الشمس لاخر النهار اوكي شو بتعمل بتضل تبرم مع الشمس بصير مثلا طلعت هون الشمس تبقى ملقحه عادي الشازلونج بصير كل ما تزيح الشمس بتزيح معها
لا وشو هي عم بتزيح بصير مثلا تبرم هيك عرفت كيف؟ مثل الفروج عرفتوا الفروج اللي بيبرم؟ والله بصير تستوي بصير تستوي حالها قفا وج كذا كل برمه عرفت علي؟ بصير تسمر شقفه مثلا بصير تطلع بالساعه وحده صار دور ورك الشمال على ثلاثه مثلا بتفك السوتيان بتفك السوتيان وبتنام على بطنها بقى بس تنام على بطنها وتفك السوتيان بتنام على بطنها فجأة بتلاقي 30 قراع حدا بالتليفونات بصير انه طب يلا قلبي شوي قلبي بصير نقزوها بركي مثلا انه مثلا هي انه عندك مثلا بيبقى واحد مشنك عليها من بعيد بصير يصفقها بالفستو كيف حتى انه بركي مثلا انه هي اي مين صفقني بالفستو؟ متر نجار هذا متر نجار سوري مين صفقني بالفستو؟ سوري مين المجرم اللي ضربني بالفستو؟ فظيعين وعندك دائما هيدي اللي بتنزل على البلاج عامله شعره هيدا يعني جاي من عند الحلاق دغري اوكي توصل على البلاج عامله شعره وفول ميك اب وحاطه عوينات وبتنزل على البيسين وبتقف محلها بصير كل شوي عم تطلع بليز ما حدا يطرطشني اوكي عندي سهره عشيه بدي انزع شعرات شو جاي تعمل؟ وعندك هيدي البنت الصبيه المسقفه اللي بتنزل دائما وجايبه الكتاب معها دائما بتنزل على البلاج ومع دائما هذا الكتاب الكيميست تبع باولو كويلو لها 5 سنين نفس الكتاب يعني باولو كويلو عمل برونزاج وهي بعد ما قريت ولا صفحه شو عم تقري؟ بس ما فيك يعني مسقفة شو بدك تعمل؟ بتنزل على البلاج بس ما بتنزل على المي بس نازل تشمس اوكي؟ لأنه مسقفة هي ايه ما في وقتها تقدم على شغل مثلا بتحط بالسي في من هواياتها الناتاسيون والدايفينج والريدينج حتى وبالعلامة عاملة لايك لصفحة باولو كويلو على فيسبوك ما فيت له كتاب أنا كل شيء بفهمه هيدا إلا الكعب العالي على البحر. تبقى ساقطة كعب عالي يعني هذا لتطلع عليه بدها سيبة. تبقى هيك ماشية. هيك أنت شو بتطلع في اسم الله لك ممشوقة. بتوصل بتصفوا حد البسين صف. يعني عشوائي يعني لو في فالي أعطيته إياه. بليز خذ لي السكربينة. لازم يحطوا فاليه لهيك قصص وبتنزل بس تنزل بصير هيك اشبي بصير انا مسقع اليوم الماي اجواء البحر فظيعه ما بتشوف شوف عندك هيدي مثلا بتجيب معها 20 نوع زيت هي عاملتهم خلطات ايه خلطات خلطه مثلا خل مع الزيت الزيتون مع ضربه كوكونات مع هيك يعني نص كبايه بيره بتخلط تحس يعني فرع لزين لاتات ايه بتصير تقول لها مثلا اذا بتقول لها مثلا منيح هذا الزيت تقول لك ايه خذ بس لحسه صغيره هذا ما بيسوى تكتر عينها ضيقه كمان اما مصروف البحر هو شيء ثاني يا عين على مصروف البحر 40 دولار دخوليه و10000 شازلونج هلا اذا جنات يعني وبدك بقى بديع اطلب برايفت بيد اخ عطوا البرايفت بيد هذا للتسريبه يعني في منه بيبقى سهراني قبل بليل سكره وكذا بياخذوا برايفت بيد بيناموا كل بيجي ثاني يوم بكفي على البلاج بيرجعوا بكفوا السكر على البلاج هذا البيد لحاله 100 دولار قنينه المي على البحر اغلى من الكافيه ماتيك تبع المطار فجاه قنينه المي يعني واقفه عليه ب 250 فجأة بصير حقها 15,000 قنينة مي بيذبحوك بالقطنة على البحر الساندوش البطاطا بطاطا على الحل ايه ولا قلت له مثلا بليز بطاطا البطاطا عادي مع الكاتشب يا اخي بس على البحر
على البحر ما اسمه ساندويش بطاطا، اسمه بانيني دو باتات فارسي على صوص طومات. ذبح هيدا. قد ايه حقه هيدا البانيني؟ حقه 48,000. بلا باتاتا. لا. بانيني دو باتات فارسي على صوص طومات. بيبيعوا كثير فظيعين عن جد، يعني انه روحة البحر مان، يعني مش بس تحس بدك تقسطها على الاسكان، نهار بحر بدك تقسطه على الاسكان. عندك نوع نسوان هول ما في اشطر منهم، بحبهم كثير انا، بيبقوا واصلين على البلاج بيصيروا يفتشوا للساك، يعني كانوا ما عم تفجرات، فتشوا للساك كذا ما بيلاقوا شيء، واول ما تفرش المنشفه ما بتعرف منين بينبت مع رغيف الخبز وعلبه البيكون وشيبس وبزر ولوز. وين ضبطيهم؟ وين خفيتيهم؟ تعجب؟ بطانية ورا. ايه بصير دبل شنطة من جوا، مدري كيف دبل شنطة. هلا الشباب شو بدنا نقول عن الشباب؟ عم تقولوا انه عم نحكي عن نسوان، بدنا نحكي عن الشباب. الشباب ما معروفين، مع ان الشباب بينزلوا على البحر لحتى يشدوا النسوان اللي عم نحكي عنه. وساقطين سكس باك على سكس باك. ايه رافي؟ طبعا نفيخة بقى. اهو. ليك ما احلى رافي تكتيفي، شفت التكتيفي؟ ايه البايسبس والترايسبس. بيطرق ابرتين وبينزل بقى على البحر، بيبقى حالط جسمه كله، يعني عامل سكر لجسمه حتى يلمع الزيت. زين تلاقي واحد مثلا حامل السلولار تبعه الموبايل على اساس انه هو عم بيظبط بقى شعراته وشو بكون عم يعمل، نازل بقى طرق صور بالبنت اللي قاعده قدامه. او مثلا انه هو عم ياخذها بقى، انه عم ياخذ سيلفي وعم يصور البنت اللي وراه بكون عم تظبط الميو كذا، بصير يبعث بالواتساب لك مره مره ورا. احلى واحد انا شايفه هذا، احلى واحد بيبقى حد هيدا بيبقى ملقوح، واحد شو بدي لك ملقوح غوريلا شعرات صفر شعر ظاهر من رقبته، يعني واصل، يعني كيف بدي لك، يعني من هون يعني بيبقى ظاهر الشعر كله شعر. على حافة الميو يعني، وظهره غير له شعر كله ايه اوكي. هلا مش ما عندنا شيء ضده، بس انه انا اللي شايفه انا هذا اللي لفت لي نظري، انه كله شعر وبقلها صاحبته بليز شري ادهني لي زيت، بس انتبهي ما تحطي على وجهي لانه حاط اكرام. لا ما في غير وجه. حاط اكرام ما بدي يدهن. لا بصير بقى هي نازله يا معلم بقى شعر وغابات امازون. خيي تعال، انا بدي اعتبر انه الزيت عطى مفعوله اوكي واخذت لون. طب هذا البرونزاج كيف بده يبين تحت السجاد اللي لابسها؟ نقحتك الشمس بقى استويت بقى، وين بده يبين؟ ما بعرف. شو بدك تعمل؟ بس بدي لك شغله، انه هيدي صيفيه كثير حلوه، هيدي الصيفيه اللي ناطرينها، وهيدا بحر لبنان وهيدا حكي. الأسبوع الماضي أطلقنا هاشتاج هيدي نانسي، وكل واحد عبر عن محبته لنانسي طبعا وبطريقته، ووصلنا آلاف الصور والتعليقات، وبآخر الحلقة رح نعلن عن رابحين. الرابحين رح يربحوا كادو منا، والكادو الأحلى رح يكون من نانسي. ما تسألني شو الكادو، شو رح يربح؟ ما بعرف. لا بدي أعرف شو رح يربح. كادو نانسي ما بعرفه، بس كادو تبعنا ايه هو ما بعرف. على قد متشوي؟ ايه. طب منطور ما راح نروح لبعيد، لانه يعني بعد الاعلان راح نكون مع سهرة الميراكس بمولينكس. هيدا حكي. فاذا كثير متشوق تعرف، خلينا ناخذ بريك، خلينا نرجع بنقول لك. يلا.